أرقام مخيفة تدق ناقوس الخطر. السعودية تعتبر واحدة من أعلى نسبة الإصابة بمرض السكر. للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم معي في الاستوديو الدكتور عثمان وردي، استشاري أمراض باطنية وسكر. أهلا بك دكتور عثمان. أهلا بك ومرحبا. دكتور عثمان، نجد ما يقارب أن حوالي 199 مليون مرأة مصابة بالسكري في العالم. إيش أسباب، أو أعطيني نبذة مختصرة عن مرض السكري وأنواعه وأسبابه، وليش بيصيب النساء بشكل أكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الأول شكرا للاستضافة، وأتمنى أن نوفق ونقدم ما يفيد المواطن. نبدأ بتعريف لمرض السكري. إيش هي السكر؟ السكر هو ارتفاع مزمن في سكر الدم مصحوب ببعض التغييرات الكيميائية الداخلية في أي إنسان. هذا الإنسان الطبيعي أو الإنسان اللي ما عنده سكري، العضوية البنكرياس والكبد قادرين على أنه يضبط السكري في الإنسان الطبيعي، بحيث أنه لو صايم 24 ساعة ما ينزل عن 70، ومهما أكل من السكريات ما يزيد عن 180. فبالتالي السكر عبارة عن قصور في البنكرياس، أداء البنكرياس. القصور هذا ممكن يكون قصور جزئي وممكن يكون قصور كلي. القصور الكلي بمعنى أنه البنكرياس يتعطل تماما، وهذا يحدث في النوع الأول من السكري اللي بيصاب الأطفال. عادة البيك إنسيدنس، يعني الفترة اللي بيصابوا فيها الناس من 11 إلى 13، لكن ممكن يصيب الأطفال من سنة وحتى يصيب الكبار. النوع الثاني هو الأعم، اللي هو تقريبا 90% من المصابين في السكر في العالم عندهم النوع الثاني، وهذا لسببين: قصور جزئي بالإضافة لعدم فاعلية الإنسولين الموجود في الدم في الإنسان، لأنه في حاجة اسمها الأجسام المضادة أو مقاومة الإنسولين فهذا هو السبب. نعم. طيب كمان الدكتور عثمان ذكر خميرتي أنه ما يقارب 199 مليون امرأة حول العالم مصابة بالسكري. أيضا في دراسات تقول أنه في عام 2040، يعني ما بعد 22 عام تقريبا، سيصل هذا الرقم إلى 313 مليون نسمة. ليش السكري في ازدياد؟ نعم. مع أنه قد إيه إحنا في وزارة الصحة، سواء هنا في الخليج ككل، الوطن العربي كله والعالم كله بيوعي من مرض السكري، وفي الأخير برضو ما في نتيجة، والمرض ما زال معدل الازدياد والإصابة فيه مرتفعة. نعم جدا. السكري بيقال عليه انتشر بشكل بتاع عدوى. فزمان 2013 عدد المصابين في العالم كله كان حوالي 380، متوقع أن يرتفع هذا العدد في 2035 لما يقارب 580 أو 590 مليون. الزيادة في السكري ناتجة عن الشق الثاني، اللي هو عبارة عن التغيير الحاصل في نمط الحياة. في الفترة الأخيرة هذه أو السنوات الأخيرة 20-30 سنة الأخيرة حصل تغيير في كل العالم، بمعنى أنه نسبة الزيادة، السمنة زادت، عدم الحركة تقريبا، ديل هم الأساسيين، هي العادات السلوكية تقريبا. هاي عملوا دراسة في واحدة من جزر المحيط الهادي. السكان في الجزر كانوا ناس بسيطين، كانوا بيشتغلوا في معادن، وكلهم كانوا إلى حد ما أصحاء. اكتشفوا الفوسفات في الجزيرة هذه، وفي فترة وجيزة كل سكان الجزيرة بقوا أغنياء، فبالتالي ظهرت عندهم السمنة وظهرت عندهم السكري بمعدلات عالية جدا. فما في حاجة بلا ثمن، حتى الرفاهية عندها ثمن. وتقريبا في دول الخليج، يمكن السعودية ودول الخليج تعتبر من العشر الأوائل. في السعودية عملوا إحصائية في 1980 قبل ما يقارب 35 سنة، والنسبة كانت 4%، بمعنى واحد كل 25 نفر عندهم سكر. اليوم في إحصائيات عديدة، في بعض الإحصائيات قالوا حوالي 23%، في بعض الإحصائيات زادوها ل 31، بمعنى أنه اليوم واحد من كل أربعة في السعودية تقريبا مصاب بالسكري. والشيء المؤسف في السعودية أنه في خارج المملكة كنا نرى أنه المصابين دائما
من أعمار 30 و40 فما فوق. الآن في أطفال حاليا كثير من مرضايا في عمر 16 18 20 و24 وكلهم سمان، فلا بد من تغيير السلوك، تشجيع الناس على الرياضة، الناس تحاول تخفف من وزنها عشان تتجنب الإصابة بالسكر. أكيد يعني وكمان العادات الغذائية السيئة اللي عندنا في المجتمع. بالتأكيد طيب الجنك فود والمكدونالدز وغيرها. طيب خليني أسألك يا دكتور عن السيدة الحامل وسكري الحمل، ليه ماذا يصيب سكري الحمل السيدات الحوامل حتى لو كانت ما كانت تشتكي من السكر قبل الحمل؟ نعم. وقديش بيأثر على الجنين؟ السكر في سكر الحوامل في نوعين، في ناس اصلا عندها سكر من الاول وفي ناس بتجيهم سكر اثناء الحمل. اي سكر يكتشف اثناء الحمل يقال عليه سكر الحمل. ماشي، بنركز على الناس اللي عندهم السكري اساسا. انا برضو كثير من مرضاي عندهم النوع الثاني من السكري، وهذا بننصح السيدات اللي عندها سكر المفروض يكون عنده حمل، عندها حمل مخطط مدبر عليه، بحيث ان واحده بتعمل مانع للحمل هي والزوج اتفقوا فانه يكون عندهم طفل ثاني او ثالث او رابع قبل ما تمنع، قبل ما تحمل حقه وتمشي للدكتور عشان يراجع. في كثير من الادويه مفترض انها ما تؤخذ اثناء الحمل بالذات في الثلاث شهور الاولى. الدكتور بيراجع يشوف السكر التراكمي في حدود المعقول ولا لا عشان الحمل، اذا لا لابد من انه السكر يكون كويس في الاول، يوقفوا بعض الادويه حتى بعدك لما تحمل تكون المساله كلها سليمه من حيث الادويه، من حيث السكر نفسه يكون كويس. سكر الحمل عاده بيحصل في الشهر السادس فما فوق، حاليا برضه بنعمل سكر في مرحله قبل كده وبنلقاها في بعض الحريم، فبالتالي الناس اي واحده عمرها اكثر من 30 سنه، اي واحده شويه عندها زياده وزن، اي واحده عندها فاميلي هيستوري الام او الاب مصاب بالسكري، قبل كده جابت للطفل كان كبير في الحجم لكن ما كانت مشخصه انه عندها سكر حمل، هؤلاء كلهم يجب انهم ياخذوا حذرهم ونقيس لهم السكر من وقت لاخر، ونعمل يعني في تحليل معين بيتعمل. واحده بتجي صايمه بدها يشوف السكر، يدها محلول حالي وبعدين يشوفوا هل هي فيها فسكر الحمل عباره عن نوع من الانسولين، عباره عن تغييرات في هرمونات، يعني حاجه ناتجه عن هرمونات الحمل بيؤدي الى زياده مقاومه الجسم للانسولين، فبالتالي بيحصل السكري. لحسن الحظ معظم الناس او الغالبيه العظمى نقدر نتحكم على السكري من خلال الاغذيه والرياضه وغيره. في قله نادره اذا السكر ما كويس بنمشي على الانسولين او الى حد ما الجلوكوفيج والمتفورمين برضه مسموح به لبعض الناس. طب كيف بياثر على الجنين؟ يعني هل بيولد الطفل طبيعي؟ هل بيولد مصاب بالسكري؟ الفرق بين سكر الحمل واللي واحدة عندها سكري والسكر ما مزبوط، لو في واحدة أصلا كان عندها سكر والتراكم 10 أو 11 وحملت وإلى آخره، الطفل هنا معرض لتشوهات خلقية لأنه السكر ما كويس وإلى آخره وغيره. سكر الحمل بيختلف عندي في أنه الثلاث شهور الأولى أصلا واحدة ما كان عندها سكر، فبالتالي الطفل يتكون الثلاث شهور الثانية والثالثة الطفل بينمو. سكر الحمل تأثيره على الجنين الطفل بيكبر شديد في الحجم، فكثير من الحالات بيبقى أكثر من 3.5 4 كيلو وأكثر من 4 كيلو، الولادة الطبيعية بتبقى صعبة شبه مستحيلة، فبالتالي معظمهم بيحتاجوا لعمليات قيصرية. برضو بالنسبة للأم ممكن تؤدي إلى زيادة الموية في البطن، يعني واحدة ودي برضو بتكون لها مضاعفات لأنه حركة الطفل مرات الحبل السري بتلف حول رقبته، فعنده يعني سكر الحمل له مضاعفات ولا بد أن السكر يكون مضبوط إن شاء الله. طيب دكتورة عثمان خليني أسألك، هل صحيح أنه السكري من إحدى الأمراض، المرض التاسع هو يسبب وفاة للسيدات في العالم؟ السكر بشكل عام لما نصنفه لقوا هو تقريبا السبب السابع في وفيات في على مستوى العالم. سابع مو تاسع، السابع سواء كان رجال ولا حريم. لما نمشي الإحصائية الحريم بتختلف من منطقة لأخرى، يعني الوفيات الحريم في بنغلاديش غير نسبة الوفيات من أي مرض آخر في أمريكا، فبالتالي إلى حد ما السابع أو التاسع في السبب. نعم. طب هل تختلف أيضا الإصابات بمرض السكري من بلد لآخر بحسب اختلاف العادات والتقاليد؟
بالتأكيد، وإلا يعني في منطقة الخليج زي ما قلنا النسبة المعدل عالي شديد جدا، لأن نسبة السمنة عالية، الغذاءات الناحية الغذائية الخاطئة، السلوك ما في الرياضة. نحن في حينا يمكن حتى للمسجد 300 متر الناس بتجي بالسيارات يعني، فما في حركة، فبالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع معدل السكري. طيب دكتور عثمان، بالعادة أو في ناس فجأة تجي تقول لك بنتي جاها سكر، تكون البنت سليم، ما هي تخينة، ما أقدر يعني أنا أعرف العادات الغذائية حقتهم، بس إلى حد ما أنا اللي بنشوف العادات الغذائية بتكون كويسة سليمة، بس فجأة واحدة مثلا من ضمن أطفالها جاها السكر، لا الأم مصابة بالسكر ولا الأب مصاب بالسكر، ولا أصلا في هيستوري عائلي أنه العائلة دي فيها سكر. حكاية أنه الطفلة دي أو الطفل ده أصيب فجأة بمرض السكر، ممكن يكون خلل جيني أو خلل كذا؟ هذا هو النوع الأول من السكري، لأنه النوع الأول في الغالب ما فيه الجانب الوراثي ما فيه كبير. يعني إذا الأب مصاب بالنوع الأول من السكري في احتمال 5% من أنه الطفل يصاب، لكن في كثير من الحالات الإصابة بالنوع الأول من السكري لغاية الحين يا لسبب خلل مناعي يا لسبب غير معروف، يقال أنه تقريبا بعض الفيروسات بتأدي ل تريجرينج فاكتور، بتأدي للإصابة بالنوع الأول من السكري. النوع الأول من السكري الأعراض بتكون حادة وسريعة، يعني الإنسان في خلال يومين ثلاثة أربعة أسبوعين ثلاثة بالكثير بتكون الأعراض واضحة شديد، من عطش وتبول كثير وضعف في الإنسان، وزنه بيقل شديد جدا جدا. فالأمهات والآباء في البيوت يعني مسؤولين في مراقبة الأبناء، إذا الطفل مشى لحمامك بشكل متكرر، إذا عطشان شديد بيشرب كل شوية تاني، إذا عنده فتور ما بيلعب مع زملائه بالشكل الطبيعي. طب في عمر معين يا دكتور؟ الغالبيه بتحصل من 13 ل 4 من 11 ل 13 سنه، لكن من 11 ل 13 لكن في اي وقت من سنه لعمر 60 70 ممكن تظهر يعني. طيب بريت لو تكلمنا يا دكتور عن بعض المفاهيم الخاطئه الشائعه عن مرض السكر عند الناس. طيب لما نجي لبعض المفاهيم الخاطئة، في بعض الناس بيصابوا بالصدمة متى ما تقول لهم أنت عندك سكر، وهذا نوع من التهويل للمرض. يعني إيش يعني زي ما بيقولوا تيك إت إيزي، المسألة ما محتاجة للتهويل هذا. في ناس كتار عايشين عندهم سكر وعايشوا 80 90 سنة بدون أي مشاكل يعني. فالمسألة في بعض الناس عندهم نوع من الهاجس، فأنه السكر يعني خلال سنوات بسيطة حيصاب بالعمى، حتجيه فشل في الكلوي، حيؤدي لبتر الرجلين. المسألة الناس اللي بتحصل لهم مشاكل هذه فئة قليلة، فالإنسان هو عشان كده احنا بنسعى في أن الناس تكتشف المسألة دي بدري، السكر بدري، تحاول تعالج تضبط السكر عشان تعيش باقي عمرها بدون أي مشاكل. من الحاجات الثانية، حاليا السوشيال ميديا عاملة مشاكل كثيرة جدا، وليس صحيح انه كل ما يقال في السوشيال ميديا صحيح. يعني في انا بسمع بشكل يومي عن دواء فلان الفلاني يعالج السكري، في ناس وصفات طبية شعبية، في ناس بتسافر الهند، في ناس، انا واحد من مرضاي قبل سنتين ثلاثة مشى لغاية اوكرانيا، دفع 15000 يورو على اساس انه حيقضي على السكر بتاعه ورجع اسوأ مما كان. فنصيحة للناس انه ما يسمعوا الكلام قال كثير، في كثير من حاجات ما صحيحة. هذا هو اللي نحتاجه، نصايح عشان الناس تحرص انه لا يصاب في الاطفال ولا كمان حتى هم سواء من سيدات او رجال. نحتاج كده نعرف ايش هي سبل الوقاية من مرض السكري. الوقاية من مرض السكري، في أمريكا عملوا دراسة بيسموها Diabetes Prevention Program، جابوا الناس المعرضين للأصابة قسموهم لقسمين، في ناس مشوا بالطريقة اللي هم عادية بحيث أنه عاشوا حياتهم بشكل عادي، الناس الثانيين عملوا تغيير في نمط الحياة بحيث أنه يمارسوا رياضة 3 ساعات في الأسبوع أو نص ساعة 5 أيام في الأسبوع،
او يقلل وزنه ما قل حاجه 5% من الوزن، وده كان بالذات وده كان فعال جدا. فاليوم نعم الوقايه خير من العلاج ممكن، وده اللي بنسعى له نحن في انه الناس تحاول تمنع نفسها من الاصابه بالسكري. ما الانسان كل ما تقدم في العمر كل ما بيكون احتمال اصابه السكري اكبر. اذا اي حد والدينه عنده سكري لازم يعمل حساب ويعمل كشف سكر من وقت لآخر. أي إنسان سمين، النساء اللي كان عندهم سكر حمل دائما، في واحدة كان جاها مثلا تكيس مبايض، الناس اللي عندهم تكيس مبايض عادة عرضة لأنه السكر يجيهم، لأن واحدة من الأسباب اللي بتأدي للمسألة هذه بيسموها إنسولين ريزيستنس اللي هو المقاومة للإنسولين يعني. نعم دكتور عثمان وردي استشاري أمراض باطنة وسكري، شكرا على هذه النصائح، شكرا لوجودك معنا. بارك الله فيكم، سعدت بكم، شكرا لكم كثير. أهلا وسهلا دكتور، أهلا بك. مشاهدينا احنا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي.